باقي مباريات الاسبوع ولكن بعد بكره بعد بكره النهارده هنفوز على الداخليه 3 نقط غاليين، خاصه ان ضربه الجزاء اللي ضاعت في الشوط الاول اكيد كان لها تاثير ايجابي على المقص. الحمد لله الخير والله، يعني احنا اللعيبه بصراحه يمكن احنا عدم التوفيق لازمنا شويه في ماتشات كتير جدا بنادي فيها كويس، لكن النتيجه ما تبقاش صالحنا والماتش ده بيجي على كده، ولكن الحمد لله النهارده اللعيبه يمكن قعدنا مع بعض قعدنا مع الجهاز نحاول نعمل كل ما في وسعنا واقصى ما في وسعنا، والحمد لله رب العالمين النتيجه دي بتاعت ربنا. لما اجتهدنا النهارده النتيجه جت لنا زي ما انت قلت ضربه الجزاء كانت نقطه التحول، الحمد لله ربنا وفقنا النهارده، اتمنى مزيد ان شاء الله فتره كبيره. لله والله ولحظتك على حاجه، يمكن احنا صادفنا سوء حظ في مباراه الانتاج ماتش الجون، احنا كنا بره مستوانا الحقيقي والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى عوضنا النهارده باذن الله بالفوز، والحمد لله يمكن حضرتك شفت المباراه كنا احنا الاحسن في الشوطين، ويا رب باذن الله رب تكون بدايه انطلاقه لينا باذن الله رب العالمين. الحمد لله يا رب، فضل عدل من عندك يا رب، يعني اجتهدنا وكذا ماتش اجتهدنا بس ما كانتش الظروف مساعدانا شويه، الحمد لله النهارده اللعيبه كلها رجاله وعملنا ماتش حلو الحمد لله، والداخليه برضه قدمت مباراه كويسه كلهم هارد لك وهي دي الكوره، والحمد لله رب العالمين مكسب جميل ومكسب جه في وقته عشان نفوق الفريق المقصة مش مكانه اللي ان هو يبقى اللي تحت بامانه، المقصة لازم يبقى في المربع ان شاء الله. الحمد لله تعبنا جدا النهارده والله، تعبنا قوي كمان ومركزين ان احنا ننزل وبتاخد الماتش ده في ملعبنا وبعدنا رجاله، وهارد لك الداخليه عملوا مباراه كويسه بس احنا تعبنا عملنا اللي علينا، وهم عندهم كذا عنصر جامدين ما شاء الله، فلعبنا احنا على القوه بتاعتهم ومسكناها وعملنا عروض الضعف بتاعتهم والحمد لله قدرنا نعمل ده بنت. الحمد لله الحمد لله بنحمد ربنا على الثلاث نقط في ارض الاكل للتخليه، فينا محترم وجاز فرد محترم، هي مقصه مع التخليه على طول المباراه بتبقى ديربي، انا بحكي كده اعتقد ان ربنا وفقنا النهارده ثلاث نقط من ضربه الجزاء لو دخلت كتير جدا، خلينا نتكلم بصراحه لعبتنا احنا لعبتنا خبرات، فيا ما بيبقوا عايزين لعبتنا بيبقى الشكل العام مش كويس، انما ما بيكونوش عايزين بيبقى الموضوع صعب بالنسبه لهم. المباراه اللي فاتت بتاعت الانتاج الحربي كسبانين 2-1 وجي فينا جول ما يخشش ولا في فرقه عندها مدرسه كوره، ولكن ما كانش في توفيق، ربنا وفقنا النهارده عوضنا ثلاث نقط، نبص ان شاء الله للمباراه الجايه. الجرحي سمير رشاد فاروق اوتوبونج اوتوبونج يا فرد وجول اوتوبونج وجول اوتوبونج وجول دقيقة 7 من